باش نقدروا نسجلوا بواحد التقنيه عاليه وفي احسن الظروف، وباش نسجلوا لي ماكيت ديالنا ولا اي صوت بصفه عامه خصنا نكونوا كنسمعوا داكشي اللي سجلناه كيما تسجل ديال بصح في المكبرات الصوتيه ديالنا. استعمال تقنيه صوتيه جديده وتصاميم احترافيه للموديل ديال ماكي ام اغ اللي كتعطينا واحد الصوت صادق وواحد التقديم دقيق للميكس ديالنا اللي نقدروا نعاولوا عليه ملي يكون خاصنا في نتيجه احترافيه. الدليل ديال لوند لوغاريتميك كيتوفر على واحد النقطه ديال السماع كبيره، واحد ليماج ستيريو اللي واضحه بزاف اللي تقدر تسمع بها اي قاعه واخا تكون كبيره. كيعطي واحد التوازن كبير بين لي زيغو لي ميليون اي لي غراف. كيتوفر على واحد تويتر اللي كيعطي لي زيغو خفافين وواحد الدقه كبيره، والترانسديكتور الترا رياكتيف اللي كيمكننا بالانتاج ديناميكي ديال لي فريكونس باس كيعطي نتائج مزيانه بزاف بالنسبه للسين ديال الباس. كيتوفر على دي كونترولور اكوستيك اللي كيمكنونا بالتونين ديالهم على حسب اي غرفه كانوا فيها. لا سيري ام ار كتوفر على 3 ديال لي موديل، واحد الموديل 5 ديال بوس ام ار 524، واحد الموديل 6.5 ديال لي بوس ام ار 624، واحد الموديل 8 ديال لي بوس ام ار 824. يمكن لكم اذا تختاروا لا طاي اللي غتناسب الاستوديو ديالكم. الا بغيتو تسمعوا لي فريكونس لي طايحين بزاف وتخرجوا واحد الصوت مزيان ديال لاباس، كاين لا فيرسيون ام ار 10 اللي كتخدم مع اي نوع ديال المكبرات الصوتيه. حنا عارفين بلي خصكم احسن نتيجه للميكس ولا التسجيل الصوتي ديالكم، ومع لا سيري ام ار كنكونوا متاكدين بلي غتوصلوا لديك النتيجه اللي بغيتو.